شهد سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام حفل تخريج الدفعة 20 من الشرطة المستجدين، والتي تضم 285 شرطيا، حيث تلقى الخريجون العلوم الشرطية والقانونية في معهد تدريب الشرطة بالأكاديمية الملكية للشرطة وفق خطة تعليمية وتدريبية مدروسة وفي إطار برنامج تدريبي استغرق 6 أشهر. وفي بداية الحفل قام رئيس الأمن العام بالتفتيش على الطابور، بعدها قدم الشرطة الخريجون استعراضا للمهارات العملية أظهر كفاءتهم وانضباطهم وأدائهم المتميز وما يتمتعون به من جاهزية واستعداد لأداء الواجبات. وبهذه المناسبة أعرب سعادة رئيس الأمن العام عن جزيل شكره للفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية على دعمه المتواصل لكافة إدارات وقطاعات الوزارة لتنهض بمهامها على أكمل وجه لمواصلة أداء رسالتها الأمنية والإنسانية خدمة لهذا الوطن المعطاء، مشيدا بتوجيهات معاليه واهتمامه بتحديث البرامج والمناهج والاستمرار بتطويرها لإعداد كوادر وفق أحدث المعايير الدولية المعمول بها في المناهج العلمية والتدريبية، مشيرا إلى استراتيجية التحديث والتطوير التي أطلقتها وزارة الداخلية والتي تهدف من خلالها إلى الارتقاء بالعمل الأمني وإعداد رجال الأمن للتعامل مع مختلف الأحداث بجاهزية عالية ودقة في الأداء. ولفت سعادته إلى أن هذه الكوكبة من الخريجين الذين تلقوا التدريب الشرطي الاحترافي والنوعي في صقل المهارات والارتقاء بالقدرات سيساهمون إلى جانب زملائهم بكل كفاءة في الذود عن حمى الوطن والدفاع عن حياضه وحماية مقدراته ومكتسباته، ليبقى كل من يعيش على أرضه ينعم بالطمأنينة والاستقرار تحت ظل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، مثنيا على المستوى المتقدم والأداء الميداني للخريجين مقدما التهاني لهم ولذويهم. وقال أنتهزوا هذه المناسبة لأرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بحلول شهر رمضان المبارك، دعينا المولى عز وجل أن يعيده على جلالته وسموه وهما ينعمان بموفور الصحة والعافية، كما أغتنم مناسبة إطلالة شهر رمضان لأرفع أحر التهاني والتبريكات إلى سيد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، سائلا الله تعالى أن يديم الأمن والأمان على وطننا العزيز. من جهته أعرب العميد فواز حسن الحسن آمر الأكاديمية الملكية للشرطة عن شكره وتقديره لمعالي وزير الداخلية على دعمه المتواصل للأكاديمية ومتابعة سعادة رئيس الأمن العام الحثيثة، مشيرا إلى أن الأكاديمية مستمرة في بذل جهود كبيرة وفق منهجية راسخة لتعزيز وتطوير منظومة التدريب انطلاقا من الرؤية الاستراتيجية التي تنتهجها وزارة الداخلية في مجال العمل الأمني. كما أكد العقيد إبراهيم بخيت سعد آمر معهد تدريب الشرطة بالأكاديمية الملكية للشرطة على أن دعم معالي وزير الداخلية والمتابعة الحثيثة من سعادة رئيس الأمن العام تشكل دافعا قويا ومحفزا للسعي الدائم لتحقيق المستوى المتميز من الجاهزية لدى رجال الأمن ورفع كفاءتهم الوظيفية لمواجهة كافة التحديات والمتغيرات الأمنية. وبعد أداء الخريجين القسم قام سعادة رئيس الأمن العام بتكريم المتفوقين وتوزيع الشهادات، معربا عن تهانيه للشرطة الخريجين وأهاليهم بهذه المناسبة السعيدة، داعيا إياهم إلى بذل قصارى جهدهم لحفظ قسمهم الذي أقسموه وأداء الأمانة التي عهدت إليهم لخدمة أمن الوطن والناس. Thank you.
رئيس الأمن العام بالتفضل بتوزيع الشهادات على المتفوقين من أفراد شرطة المستجدين الدفعة 20.